السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله راح نبلش بدرس الحادي عشر الهندسة. أول درس راح يكون لدينا الزوايا وأنواعها في الدائرة. أول شيء أنواع الزوايا في الدائرة، طبعا ثلاث أنواع فقط لا غير. أول شيء الزاوية نسميها نحن الزاوية المركزية. الزاوية المركزية هي اللي راح أعطيها اللون الأحمر مثل ما أنتم شايفين. هي الزاوية المركزية ليش؟ لأنه رأسها يقع على مركز الدائرة، رأسها يقع في مركز الدائرة، وتحصل القوس AB. إذا نسمي الزاوية O زاوية مركزية تحصر القوس AB. كمان عندي الزاوية M. الزاوية M أصدقائي الطلبة هي زاوية محيط، زاوية محيطية أيضا تحصر القوس AB، تحصر القوس AB. هلأ النوع الثالث من الزوايا اللي هو جدا نوع بسيط اللي هو الزاوية B. الزاوية B أصدقائي الطلبة اللي هي EBC زاوية مماسية، تحصر القوس BC، تحصر القوس BC. الزاوية المماسية تعريفها زاوية محيطية. أول شيء يجب أن تكون محيطية. ثاني شرط أن يكون أحد أضلاعها مماس للدائرة. ثالثة أن يكون ضلعها الآخر هو وتر في الدائرة، هاي أنواع الزوايا في الدائرة. زاوية مركزية، زاوية محيطية، والزاوية المماسية. لنأخذ تطبيق مباشر على هذا التمرين. عبين لي في كل حالة O هو مركز الدائرة. بين أي من الزوايا الزاوية المشار إليها في شكل محيطية أو مركزية، أو ليست مركزية وليست محيطية. اذكر السبب إن كان إجابتك نفيا أو إجابة. بالنسبة للحالة الأولى، طبعا زاوية مركزية ليش؟ لأنه رأسها يقع على مركز الدائرة. الزاوية O هون ليست مركزية وليست محيطية. ليش ليست مركزية وليست محيطية؟ لأنه رأسها لا يقع لا على مركز دائرة ولا محيط الدائرة. هون كمان أيضا ليست مركزية وليست محيطية. ليش؟ لأنه أيضا كمان رأسها لا يقع لا على محيط الدائرة ولا على مركز الدائرة. هون هي الزاوية نوعها محيطية. ليش نوعها محيطية؟ لأنها تقع على رأسها يقع على محيط الدائرة. لهون بيكون خلصت معي أنواع الزوايا المركزية والمحيطية. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية.